عليكم، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. احنا النهارده سمك ورز. انا معايا هنا كذا نوع سمك، حابه اقول لكم يعني اوريكم اشكالهم واسعارهم. دي اسعارهم رخيصه جدا، انا جايباهم من سوق الخميس. اوريكم اهوت، شايفين السمك دوت؟ شايفين اللون بتاعه جميل ازاي؟ والراجل يعني اللي انا جبت منه كده قال لي هو طعمه حلو، انا اول مره اجربه، بس انا حبيت يعني اجرب حاجات جديده، انواع سمك جديد وكده، عشان على طول بعمل اللي هو التونه والبولتي، فقلت اجرب انواع سمك جديده. السمك دوت اسمه ابو نضاره، هو قال لي اسمه كده، وعامل 35 جنيه كيلو، يعني رخيص مش غالي، وكله لحم من جوه. انا منضفاه وغسلاه كويس زي ما انتم شايفين كده. ومعايا نوع سمك تاني برضو اهوت، ده شكله السمك دوت اهوت، انا منضفاه برضو من جوه زي التاني وغسلاه كويس. السمك دوت اسمه بربوني اهوت، زي ما انتم شايفين كده. برضو الراجل شكر لي فيه، الكيلو منه ب30 جنيه. ومعايا السمك هنا دوت اهوت، ده سمك اسمه سيف، من جوه اهوت شكله وكله لحم. هي السمكية بتبقى كبيرة جدا، السمكية بتبقى طويلة، يعني انا السمكية الواحدة عملت معايا اربع قطع زي اللي انتوا شايفينها ديت، هي بتبقى كبيرة جدا، الكيلو منها ب40 جنيه. ومعايا هنا برضو السمك دوت، اكيد احنا كلنا عارفينه، السمك دوت اللي هو المكرونة اللي هو البلدي اهوت، برضو غسلاه ومنضفاه من جوه. كل السمك ده طبعا انا هقليه، مش هعمل فيه اي حاجه غير ان انا هقليه. معايا هنا التوابل، 3 معالق كمون كبار، معلقتين كزبره ناشفه، نص معلقه او معلقه شطه على حسب ما انت ما بتحبي. ومعايا هنا ملح، معايا 5 ليمونات وست بصلات مقطعاهم قطع زي ما انتم شايفين كده، ومعايا كيلو وربع رز. واحنا زي ما احنا عارفين ان السمك بيحب الكمون جدا، يعني روحه الكمون، فانا بقى هخلط المكونات دي كلها على بعض ونحطها في قلب السمك من جوه، وبعد كده هنعصر عليه الليمون. انا خلطت كل المكونات اهيت مع بعضها زي ما انتم شايفين كده، الملح مع الكمون مع الكزبره مع الشطه، وهبتدي اجيب بقى السمكيه بتاعتي اهوت من جوه كده، ابتدي اتبلها كده وادخل التتبيله في اللحم بتاعها عشان خاطر يبقى طعمه حلو معانا. ممكن يا جماعه اللي حابب يحط توم يحط، يعني في ناس بتطحن توم او بتدقه بتعمله مع الخليط اللي انا عاملاه دوت وبتحطه في قلب السمك، بس احنا مش بنحب التوم في السمك، فاحنا بنحط المكونات دي بس، وبتطلع طعمها جميل جدا السمكيه، ولحمتها برده بتبقى حلوه اهوت. السمكيه برده التانيه ديت اهو اتبلها بالطريقه دي، هتبل بقى كل السمك معايا، وبتبلها برده من بره وهوريكم شكلها في النهايه. دلوقتي اهوت يا حبايبي انا خلصت السمك كله وتبلته زي ما انتم شايفين كده، هجيب الليمون بتاعي وهعصره عليه كله اهو بالشكل ده، وهسيبه في التتبيله ديت حوالي 10 دقائق ربع ساعه مش اكتر من كده يعني. ولو انت يعني مستعجله وعايزه تعمليه على طول برده هيطلع معاكي حلو، مش شرط ان انت تسيبيه، بس انا بسيبه عشان يشرب من التتبيله ويبقى طعم اللحمه بتاعته حلو. هعصر الليمون كله وبعد كده نروح مع بعض نعمل الرز. انا دلوقتي حاطه الحله هي بتاعتي على النار واحط فيها زيت، بسم الله، واول ما الزيت يسخن معايا احط البصل بتاعي عشان خاطر احمره كده، وطبعا عشان الرز يطلع معانا غامق زي ما انتم عارفين ان لازم البصله تغمق قوي عشان خاطر يطلع الرز معانا لونه بني. يا جماعه المطبخ دوت مطبخ مامتي، انا بعمل من مطبخ مامتي مش مطبخي، والنهارده بابايا بقى عزمنا على اكله سمك كده، وكل انواع السمك اللي انتوا شفتوها ديت كلفتنا حوالي 200 جنيه او اقل من كده كمان. ودلوقتي اول ما الزيت يسخن هحط فيه البصل بتاعي. دلوقتي الزيت سخن معايا هحط البصل بتاعي، بسم الله، اهوت نقلبه كده زي ما انتم شايفين.
انا طبعا عامله كميه كبيره عشان احنا عددنا كتير، فانت تقدري تقللي الكميه زي ما انت عايزه. اول ما البصله لونها يغمق هوريكم شكلها. دلوقتي هي البصله اتحمرت معايا زي ما انتم شايفين، هي كده اتحمرت معايا، مش اتحرقت، يعني محدش فاكر انها اتحرقت، بس عشان تدينا اللون البني اللي احنا عايزينه. هنزل عليها بالرز، انا غسلته. بسم الله. بعد كده احط عليه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا متعودين لازم الميه تغطي الرز، بس مش تغطيه يعني تمليها للاخر، لا تكون مغطياه كده الرز ما يكونش باين عشان ما يطلعش معانا معجن. ومعلش يا جماعه انا قلت لكم ان السمك ب 200 جنيه، لا هو ب 250. التلات انواع السمك دولت اللي احنا جبناهم، احنا جايبين من كل حاجه 2 كيلو، فهو سعره 250 جنيه لسه ماما قايله لي. اهو دلوقتي هسيب الرز لحد ما يتشرب وكده، وبعد كده هنقلي مع بعض السمك. دلوقتي هنعمل السمك بتاعنا بالدقيق. معايا هنا ربع كيلو دقيق، ومعايا عليه شوية كمون وشوية ملح، هقلبهم في بعض. بسم الله. ويا جماعة الليمون اللي احنا عصرناه على السمك دوت القشر بتاعه ما ترموهوش، عشان خاطر انا بحطه في الزيت بتاع السمك عشان ما يعملش ريحة زفارة في الشقة. اهو دلوقتي هاخد واحدة من السمك. انا حاطة كيس عشان خاطر اعمل عليه بدل ما يعني ابهدل الرخامة بتاعتي، لان طبعا الدقيق دوت هيترمي مش هستعمله في اي حاجة تانية، فحاطة كيسة وبعمل عليها السمك وبعد كده برميها. وهجيب بقى امسك بقى الكيسه كده من ناحيتين، اهو اعمل كده، اهو يا رب تكون واضحه. بسم الله. اهي اتعفرت اهي كلها بالدقيق. هعمل كل كميه السمك ديت وبعد كده نقليه مع بعض. دلوقتي انا عفرت السمك بالدقيق زي ما انتوا شفتوا معايا، والميه بتاعت السمك خدتها اللي هو الليمون اللي انا عصرته كده، زودته شويه ميه وبنزل فيه السمك كده زي ما انتوا شايفين، اهو ببله كده عشان خاطر يطلع مقرمش معايا وحلو. قول بسم الله. هقلي السمك هحط يدي تاني سمكه معايا. بسم الله. هقلي السمك كله وبعد كده اوريكم شكله في النهايه مع الرز. زي ما انتم شايفين اهوت انا خلصت السمك كله وقليته كله، وعملت جنبيه اهو الرز، شايفين شكله حلو ولونه بني ازاي، وعملت جنبيهم شويه سلطه. ممكن تعملي جنبيهم سلطه الطحينه، تعملي طحينه وكده، وطريقتها موجوده على القناه، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اهوت ده السمك اللي هو اسمه سيف، وده السمك المكرونه، ودوت السمك ابو نضاره. اتمنى ان اكون فدتكم وما طولتش عليكم، وهوريكي برضو شكلهم من قريب عشان تبقوا شايفينهم بوضوح. اهو زي ما انتم شايفين اهو السمك والسلطه بتاعتي والرز اهو، وده السمك المكرونه، وده السمك اهو ابو نضاره زي ما انتم شايفين كده. اتمنى ان انا اكون فدتكم ما طولتش عليكم، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.